يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني وينورني في هذه الفقره كابتننا الكبير كابتن احمد كشري نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر الاسبق مدربنا الكبير كابتن احمد، مشرف ومنور كالعاده. حبيبي كيم، وانا اللي سعيد ان انا معاك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. اخر مره كنت معايا توقعات توقع غلط، الله يقول لي ادام الكابتن احمد كشري معاك النهارده تبدا بيها. ايش ماتش الاهلي والزمالك؟ معلش انت سبت توقع صح ولا توقع غلط برضه؟ نقول كان عندي احساس الاهلي انت قلت الاهلي هيكسب المباراه دي فرق 3. لا ما قلتش فرق 3، قلت اكتر من 2. لا لا انا فاكر. لا هقول لك ليه انا قلت كده، هقول لك ليه برضه. اللي احنا انا كنت لاعب في النادي الاهلي والجيل بتاعي والجيل اللي قبلي والاجيال اللي قبل كده، لما كان بيجي يقع ماتش يخسر ماتش او يتعادل ماتش بيخش المباراه اللي بعدها بشراسه غير طبيعيه. صح. وبيصالح جمهوره. صح. ودايما بنقول الاهلي ما بيقعش مرتين ورا بعض. صح. فانا بصراحه كلمت من منطلق ان ده النادي الاهلي وده الطبيعي. وانت داخل على مباراه بعد مباراه تهزمت فيها وداخل مباراه لازم صالح فيها جمهورك ومباراه كاس. فكان عندي يعني امال كبيره ان اللعيبه تقدر تحقق ده، لكن الفريق ما كانش في ادائه، وكان ما كانش كويس في المباراه دي خالص. طيب. وكنت مصدوم من الاداء بصراحه يعني. مصدوم. طبعا. ايه المشكله بشكل عام؟ لا المشكله قبل ما نخش على مباراه النهارده، المشكله بشكل عام تلاحق المباريات بالنسبه للنادي الاهلي، 3 مواسم ورا بعض صعبين. خلينا نكون واقعيين، الكلام ده مش بنقوله تبرير، لا ده حقيقه. اللعيبه بقى اكتر لعيبه بتلعب في الدنيا لعيبه النادي الاهلي. بيلعب افريقيا وبيلعب الدوري وبيلعب الكاس وبيلعب السوبر وبيلعب منتخب مصر وبيلعب بطولة عربية وبيلعب كاس عالم الأندية كتير. فاللعيبة دي ما ريحتش، فواضح حتى انت شايف النهاردة اللعيبة هو ده لعيبة النادي الأهلي، هو دي إمكانيات لعيبة النادي الأهلي، هو ده مجهود لعيبة النادي الأهلي، هي دي شراسة اللعيبة بتاعت النادي الأهلي. فطبعا كل المباريات اللي ورا بعض، انت لسه لاقي اللاعب من يومين، كل يومين يلعب ماتش صعبة جدا. يعني انا عاذر فيها اللعيبة، لكن برضه في نفس الوقت انت الكواليتي بتاعك مختلف عن كواليتي الفرقه اللي بتلعب قدامها. مهما تكون تعبان مجهد، عندك من الخبرات اللي تخليك تعرف تحسم المباراه. ماشي واحده واحده. طيب تمام، عشان امشي على كلامك. ماشي كده انا زيك معترف ان الاهلي مجهد جدا. جدا. وزي ما انت قلت مفيش فرق في العالم يا جماعه بيحصل فيها زي الفرق في العالم ده، حقيقه بتحصل في الفرق المصريه اكثرهم طبعا الاهلي. يعني طبعا هو الزمالك بيلعب بضغط مباريات بيراميدز وباقي الانديه، بس الاهلي تحديدا عشان مكمل لبطوله افريقيا للاخر بالزبط. وكان عنده لاعبين دوريين كمان اكتر في منتخب، يعني في تفاصيل تخليه مرهق اكتر شويه. بالظبط. بس لما تيجي تبص على مثلا يعني محمود وحيد مرهق؟ لا. كريم فؤاد؟ لا 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 لا. حسام حسن؟ برضه نقدر نقول لا، حسام برضه ما لعبش كتير. انا بفكر مع احمد عبد القادر. لا احمد عبد القادر بيلعب. لا بيلعب بس كان بيقعد على الدكه احيانا. ما بين اصابه و انا معاك، انا عارف انت هتقول ايه. انا اقصد انه هو صحيح الاهلي كاهلي فريق منهك بدنيا على مدار مواسم، زي ما انت قلت 3 مواسم ما بيريحش، بس في لعيبه بتشارك. يعني النهارده مثلا حتى اتكلمت عنه تحديدا محمود وحيد، هو يعني عنده فرصه. بص انت بتتكلم، انا الكلام ده كنت وانا في الحوار كنت هقوله لك. يلا بينا. اللعيبه اللي انت قلت عليها اذا كان كريم فؤاد او محمود وحيد او حسام حسن مش لعيبه اساسيه في النادي الاهلي. محمود وحيد بيلعب كل فين وفين، بيلعب كل على مدار فترات بعيده، بس ده ما يمنعش ان هو لازم ينتهز الفرصه، لان معلول في اسوأ حالاته. فانت النهارده لو مش اسوأ حالاته اللي هي مش هتطول، يعني علي معلول عاده مجهد. يعني عنده كده فتره يعني هبوط في المستوى. بالظبط. علي برضه مش هتكمل. ايوه علي برضه مضغوط مباريات، مع برضه بيلعب مع منتخب بلده. صح. فانت جات لك فرصه ما قدرتش ان انت تستغلها. ممكن الحاجه الوحيده اللي تخلي نقول يعني فيها عذر بسيط لكن الاداء بتاعه مش جيد، ان اللعيبه اللي حواليه كلهم مش في حالتهم، فما فيش حد بيساعدهم. يعني النهارده كريم فؤاد انا شايف قدم مباراه كويسه. يعني كريم افضل العناصر اللي احنا اتكلمنا فيهم. كريم كان بيحاول، وصل كتير،
عمل عرضيات كتيره، وان كان العرضيات اللي بيعملها بيعمل عرضيه وخلاص. انا ما بحبش اللعيب اللي يوصل، عارف انه النهارده عمل تقريبا ارقامه، انا مش فاكر الرقم بالظبط عدد العرضيات، هو 12 عرضيه تقريبا، بس اللي انا عارف الرقم واثق منه انه ما كانش فيهم ولا واحده صحيحه، صفر. لا هو عمل عرضيات طبعا، في عرضيات فيهم كان لازم يعملها، يعني اللي وصل للخط بيعملها بس عرضيه. ما بتوصلش صح. لا فيهم كور كانت مشتركه خطيره، لكن اللي ما عجبتنيش اللي انت بتوصل بتبقى لوحدك وتروح عامل العرضيه. يعني في كوره مثلا حسام حسن قاطع على القريبه وانت سابق وشايف حسام حسن، تعملها لورا ليه؟ ما انت شايفه ولاعيب جاي بسرعته، احطها له قدامه. فالعرضيات زي ما بقول لك بيعمل عرضيات النهارده كتيره بس بدون تركيز. محمود وحيد ناثينج زي ما بيقولوا، ما فيش اي حاجه من ناحيته، ما حسيتش بيه النهارده، ما ظهرش، رغم ان انت بتاخد فرصه يعني ذهبيه، ان علي معلول دايما اساسي ودايما بيلعب، واقع هو الفتره دي او تعبان او المدرب بيريحه او 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 تعرف انت يا كابتن احمد فرصة. انت مدرب كبير، عارف لما تبقى مضطر تريح لاعب عندك وتنزل لاعب تاني، فتضطر اللي انت مريحه ده تنزله من كتر ما اللاعب اللي انت نزلته دوت مستواه مش كبير. لا ما طبعا النهارده المفروض النهارده علي معلول ما يلعبش اصلا. يعني الراجل النهارده المدرب بصراحه عمل حاجه كويسه قوي، ريح كذا لعيب على قد ما يقدر عشان يلاقيهم في المباراه الجايه، منهم علي معلول، حمدي فتحي. المفروض بقى اللعيبه اللي بتلعب في مكانهم تكون يعني ايه، تستغل الفرصه. الفرص ما بتجيش في النادي الاهلي، احنا كنا بنتمشى على 10 دقائق في مباراه. انا كنت لسه جاي لك والله. انا كنت لسه جاي لك، يعني انت كنت بس افكر الناس عشان في جيل كبير ما يعرفش، ما شافكش في الملعب. انا حضرت انت كنت بتلعب في وجود احمد فيليكس وحسام حسن، ولما كنت تاخد فرصه كنت تنزل تبقى هداف الفرقه، فرصه يعني تشمش مع الفرصه. يعني انا فكرنا عايز بس عشان يعرفوا. يعني انا عايز اقول لك يا كريم، والله العظيم ببقى قاعد على الخط عايز حتى 10 دقايق او 5 دقايق وكنت بنزل اسجل فيهم. في فرق كتير جدا، وفي ماتشات نزلت 10 دقايق جبت جونين. في فرق يعني كبيره معظم مباراتي كنت ببقى تغييره، ببقى عايز انزل اكل النجيله، ببقى عايز انزل اقول انا لعيب كوره، ببقى عايز يعني افرح الجمهور. لما بجيب جون بتبقى سعادتي كبيره جدا لما الاقي الجمهور كله فرحان. طبعا بحس بالكلام ده كمان بعد المباراه، فين الاصرار؟ انا مش شايفه. انت ساده بقى ما كنتش بتنزل تقول ايه، ما انا لو لعبت وحش هيقولوا عشان ما بلعبش، ما لعبت وحش هيقولوا اصله ما هو برضه فيليكس وحسام حسن جامدين. تقعد تدي مباريات لنفسك قبل ما تنزل. لا 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 بالعكس، بقى خلاص بالعكس. انا بقضي يعني بقضي واجب. انا مش عايز اتكلم على نفسي انت. لا بالعكس، انا عايزك تتكلم عشان ده نموذج. يعني انا من يعني عايز اقول لك، انا كنت لاعب احتياطي في النادي الاهلي، بس من افضل اللعيبه الاحتياطي يمكن في تاريخ الكره المصريه. صح. اللي جبت جوان كتير جدا. صح. كل مباراتي كنت انزل اجيب جون وجونين، يعني في مباريات بدايتي مع الاهلي، اول اهدافي الرسميه مع الاهلي كنت احتياطي، ونزلت في ماتش النصر الاماراتي في تونس جبت جونين وكسبنا 3-1، كانت النتيجه 1-1. جبت في فرق كتير، جبت في الترسانه جونين، جبت في اتحاد بليده، جبت في الهلال، جبت في كل دي تغييرات يعني، والمريخ والمنيا وفرق كبيره يعني. صح. عايز اقول لك كنت بنزل احيانا 5 دقائق، ما كنتش بلوي بوزي ولا كنت بدافع. فبالك بقى لما اخد فرصه. عايز اقول لك حاجه، لما خدت فرصه في فتره غياب حسام حسن في البدايه لما اتصاب ولعبت الدور الاولاني الدوري كنت هداف الدوري. صح. فالنهارده انت لعيب بيجي لك فرصه انك تلعب والفرقه محتاجاك، وانت يعني حط رجلك عشان تثبت انت بتلعب في النادي الاهلي. انت عارف اللعب في النادي الاهلي يا كريم، انا بقولها فعلا، اللي يعني النادي الاهلي اللي يلعب في النادي الاهلي بيحس ان هو لعيب كوره، لعيب كوره كبير. بتجي لك الفرصه اللي انت بتتمناها، تلعب مباراه من البدايه. انك ما تديش وما تاديش في مباراه واثنين وثلاثه، فمعلش يعني مع احترامي ما تستحقش ان انت تبقى موجود في النادي الاهلي. صح. ما عندكش شخصيه النادي الاهلي. صح. ودي اللي مزعلاني من بعض اللعيبه، ان في لعيبه ما عندهاش الشخصيه. اخش لك في المباراه كمان النهارده، يا ريت. فين شخصيه لعيب النادي الاهلي؟ انت تعبان. طب خلي الكوره في رجلك، استحواذ ايجابي. يعني استحواذ ايجابي. الراجل النهارده ممكن يكون لعب بطريقه ان هو لعب بثلاثه ورا، معذور انه ما عندوش اطراف قدام. طيب لما العب بثلاثه ورا، سرد باكات ورا، انا بدي مساحه للباكين الطرف اللي معايا، يبقى هم الوينجين بتوعي. يمكن انت شفت كوره كريم فؤاد كان بيهاجم وفي ال 18 وبيوصل الناحيه الثانيه، محمود وحيد ولا كوره هاجم من ناحيته، رغم ان الطريقه دي معموله لباكين الطرف. صح.
عشان يعوضوا النقص اللي في نص الملعب او المهاجمين. مظبوط. فدي طبعا هو يعني نفسه اشتكى من ده، قال لك انا ما عنديش الجناحات، مع طاهر محمد طاهر وحسين الشحات وبرستا والناس مصابه، فقال لك استخدمت الباكات ان هم يبقوا جناحات. تغييراته النهارده كلها تغييرات باكات وجناحات. الراجل يعني مش لاقي حلول. هو الراجل الامانه الامانه معذور، جه في وقت صعب جدا، جه في فرقه وضعها البدني مش كويس، مرهقه، فبيحاول ان هو يعني يكتشف كمان الفريق، لان هو معذور في لعيبه كتيره. النقطه الوحيده اللي انا ممكن اقولها للمدرب سواريش ان هو اشتغل على الدوافع والعامل النفسي. بصراحه يمكن زعلت النادي الاهلي قدم مباراه النهارده ما فيهاش فرص خالص. انا مش فاكر فرصه النادي الاهلي حقيقيه على الجون، يمكن واحده بس بتاعت اليو ديانج اللي خدها على الطاير كده، وكان صح في تصويبه في الاخر كده لحسام حسن برضو. يعني برضو بالك انه برضو انت بتتكلم مش فرص يعني. طيب دي من النواحي الهجوميه يا كابتن احمد، وعاده المشجع او اللاعب او اي حد بيبص دايما على النواحي الهجوميه. بس النهارده برضو كان في مشاكل دفاعيه في الاهلي جدا كبيره. مصطفى مكاسا كان بيوصل كبيره، مصطفى مكاسا كان ممكن يفاجئ الاهلي وكان ممكن يسجل هدف التعادل. عمل مباراه محترمه بصراحه، مباراه فعلاً على حدود الامكانيات فعلاً. انا برضو احنا ننتقد الاهلي لازم برضو نشيد بالفريق اللي كان بيلعب قدام الاهلي. ما هو اللي خلى الاهلي شكله مش كويس انه مكاسا لاعب مباراه دفاعيا كويسه وحتى هجوميا كان خطير في كثير من الاحيان. دي حقيقه، دي حقيقه. فريق مكاسا النهارده قدم مباراه في حدود امكانياته، مباراه كبيره. دافع كويس، خد الكرة العرضية كلها، تمركزاته ومهارة كانت كويسة جدا، كان بيهاجموا يعني كان في خطورة، يعني في كورة كانت هتيجي جون اللي هو قلش فيها اللاعب في 18 دي جون، يعني لو لبست في رجله جون. بجانب الكورتين اللي هم أوفسايد، أحمد منعم وده كان لعيب بيلعب معايا، انا عارفه مميز جدا بالكره العرضيه، بيلعب بدماغه كويس قوي، وانا يمكن كنت قاعد معاه قلت لهم ده خطر جدا في الكره الثابته، حط واحده في العارضه والتانيه جابها جون. حتى لو هو متقدم خطوه، انا بلعب بثلاث مدافعين، ثلاث سرد باكات والثلاثه منتخب مصر. صح. لما يبقى الكره العرضيه مش بتاعتي يبقى في مشكله. يبقى انا النهارده عندي مشكله كبيره، انا بقلل يعني بلاعب المدافعين عشان امنع ان يبقى في خطوره على الجون بتاعي، وبتلاقي ان الكور الثابته بتسبب خطوره يعني مباشره على الفريق، يبقى انا ما استفدتش حاجه، لا انا استفدت هجوميا ولا استفدت دفاعيا. صح. في اخطاء طبعا، في اخطاء، ويعني انا فعلا يمكن الطريقه كمان بتاعه الثلاثه طريقه كويسه جدا، بس عايزه اللعيبه الثلاثه اللي لعبوا مع بعض يكونوا مختلفين، يعني الطريقه دي تناسب قوي بدري بانون لو موجود. هيبقى هايل فيه. هيبقى هايل. اول حاجه على بدري بانون، ايه اول حاجه على بدري بانون بالمناسبه، يعني قول احنا من كام يوم كنا بنقول انه بدري بانون المفاوضات اتجددت معاه تاني مره اخرى. خليكم معايا يا جماعه، نرجع تاني. بدري بانون كانت المفاوضات اتجددت معاه بالنسبه لفريق قطر القطري، المفاوضات اتجددت معاه ومع النادي الاهلي طبعا لشراء بدري بانون. منذ لحظات تم الاتفاق رسميا وتم انتقال بدري بانون رسميا الى فريق قطر القطري لمدة 3 مواسم، وأصبح بدر بانون خارج النادي الأهلي في هذه اللحظات في تجربة جديدة. قفلت لك بدر بانون، معلش لسه بتكلم على بدر بانون. لا أنا بقول الطريقة، يعني بقول إن هي تناسب، لازم يبقى في لعيب كورة بسمات الليبرو شوية، هي وده طبع. هيخسر الأهلي بغياب بدر بانون؟ في الوقت ده طبعا الأهلي محتاج اللعيبة كلها، يعني أكيد الأهلي لان في اصابات كتير، عبد المنعم مصاب. ايه اللي بيميز بدر بانون عن مدافعين النادي الاهلي الموجودين؟ لانه هو بيبدا الهجمه من تحت كويس جدا. بدر بانون عنده حته توقع كويس قوي، دي اميز حاجه فيه بنيه الهجمه، يعني هو كورته سليمه. افضل واحد فيهم بصير في الخط الخلفي هو بدر بانون. طيب. اعلى من المجموعه اللي موجوده. طيب. الصفقه دي يعني الاهلي هياخد فيها حوالي 2.5 مليون دولار. كان الاهلي يبيع ولا ما يبيعش؟ لا يبيع طبعا، يبيع، لان بدر بانون الفتره الاخيره طبعا اتعرض لوعكه صحيه والحاجات دي وما لعبش الفتره الاخيره خلاص، يعني وانا شايف ان يعني احيانا بيبقى لعيب كويس ولكن خلاص التجربه او المحطه بتاعته او شكت على الانتهاء او انتهت. فانا شايف الاهلي لا بالعكس كويس الاهلي. مين بقى شبه بدر بانون دلوقتي في خالص في النادي الاهلي؟ ولا واحد. ولا واحد؟ لا لا لا. مش حد في النادي الاهلي ستايل بدر بانون. هو ليه ستايل مختلف، يعني مش معنى كده ان هم قالوا منه، لا هو
بدري بنون بيلعب بدماغه اكتر يعني بعقليته اكتر، تمركزاته بيبدا هجمه كويس، عنده رؤيه كويسه. مدافعين النادي الاهلي كلهم عندهم الباور، عندهم القوه، بس بيفتقدوا شويه الطلوع من تحت بالكره كويس. يعني مثلا نقول محمد عبد المنعم لعيب كويس قوي، بس عنده مشكله محمد انه بحس انه بيتعالى على الكوره فبيغلط في الباص. كذلك تلاقي ياسر ابراهيم، وان كان ياسر اتحسن فيها قوي، ايمن اشرف برضو يعني عنده سنه فيها، يعني ناقصهم الحته دي. يعني مع بدايه موسم لازم يشتغل على طلوع الكوره من تحت بطريقه سلسه شويه. فاعتقد ان النادي الاهلي يعني في الفتره دي محتاج كل لاعب. اصابات كتيره جدا في النادي الاهلي بصراحه، يعني حاجه ما غريبه. كل شوف محمد عبد المنعم مش موجود، حسين الشحات، بيرستاو، وطاهر، صلاح محسن، شريف، سليه، كتير. وبعدين انت بتتكلم في فرقه، فالاهلي معذور. ولكن النهارده المباراه الاهلي كسب 3 نقط فقط لا غير، ودي الاهم. لكن دي يعني في ظل الاداء ده تديك تخوف للي جاي. تخوف جدا. ايه بقى اللي انت خايف منه في اللي جاي؟ مفيش اداء، الاداء مش موجود. طيب لو انت مدرب النادي الاهلي دلوقتي، تحسن الاداء ده ازاي، او تعمل ايه الخطوات السريعه اللي ممكن تعملها في ظل الظروف اللي انت قلتها دي كلها؟ اول حاجه انا هشتغل على يعني بمعنى صح الحاجات المعنويه للعيبه. لازم اقعد مع اللعيبه، افرجهم على الفرق اللي هاللعيبه، اشتغل معاهم دوافع. مفيش تمرين طبعا، يعني التمرين انت بتلعب مباراه النهارده، بعد يومين بتلعب ماتش، يعني مش تقدر. هتشتغل على حاجات معينه، تكتيك خفيف جدا في الملعب. لازم تدعم الفرقه بالناشئين، لازم انت مجبر تدخل لعيبه حتى لو اللعيبه دي لسه ما دخلتش. لازم تريح بعض اللعيبه، تعمل بعض الروتيشن ولو في اوقات معينه. يعني النهارده انا مبسوط ان هو لاعب فخري واداله في المباراه دي، وكان نفسي يدي لحد تاني، محمد اشرف الباك ليفت، زياد طارق يعني كان نفسي يلعبهم. لان الفرقه محتاجه لعيبه صغيره تعلي الريتم بتاع الفريق. اللعيبه الصغيره اللي عندنا في الاهلي كويسين، ولو دخلوا في الوقت ده انا شايف ان هم ممكن يبقوا اضافه. لان اللعيبه الكبيره مجهده. فانا مش هفضل اعتمد على لعيبه عندها اجهاد وتعرض للاصابه وما لهوش الماتشات الجايه. فانا لازم ادخل في وسط اللعيبه دي على الاقل معايا 3 لعيبه، حتى يشارك منهم واحد او اثنين في كل مباراه. ده مش هيقلل من قوه النادي. الفرق المتنافسه الثلاثه على القمه، شايف مين افضل حال دلوقتي؟ بيراميدز، الزمالك، الاهلي. بيراميدز. هقول لك ليه بيراميدز. بيراميدز لان عنده السكواد بتاعه كويس قوي، عنده صح. عنده فرقتين هايلين صح. مش مجهد. ما عندهوش ضغوطات الاهلي والزمالك، ودي مهمه جدا جدا جدا. ما حدش ضغطه، ما عندهوش جماهير يعني لما ما بيكسبش ماتش بتضغطه، فبالتالي هو مرتاح. بس من ناحيه تانية انه الاهلي والزمالك مكسب جماهيرهم، مكسب طبعاً دافع مكسب. بس انت اللعيبه تعبانه، والجمهور عايز بطوله، من حق الجمهور انه ياخد بطوله صح. فبالتالي لما بيجي اللعيب بيغلط بينتقده. فاللعيب، في لعيب يستحمل الانتقاد، وفي لعيب ما يستحملش، ما تلاقوش شيء. في لعيبه في الملعب مش عارف تلعب صح، لان مش قادره تستحمل النقد بتاع الجمهور. الناحيه الثانيه ما فيش الكلام ده. حتى لو اللعيب غلط الناحيه الثانيه ما فيش اي كلام. يعني الجمهور عامل مؤثر ايجابي جدا. لكن لما بتخش في الضغوطات وانت تعبان، اللعيب اللي ما عندوش شخصيه وما عندوش اتزان في التعامل مع المواقف اللي زي دي بيقع منك. صحيح. فعشان كده بنقول ان بيراميدز ما عندوش ضغوطات، عنده لعيبه كويسه جدا، عنده فرقتين. انت فاكر ماتش بيراميدز النهارده؟ ما فاكرش. شفت منه جزء كده، يعني مش كتير. لا، عبد الله لعيب كبير، ما فيش كلام. يعني احنا مهما نتكلم، عبد الله من اميز اللعيبه اللي جت في المكان بتاعه، واللي بيأديه وبيقدمه في لحد السن ده. لا يعني عبد الله ما فيش اختلاف عليه طبعا. يعني عمل اسيست حلو قوي النهارده رمضان صبحي. عبد الله من اللعيبه اللي عندها رؤيه، ودايما لعبه، بص من الاخر كده، لعبه تجاري، لعبه ايجابي. يعني عارف ايه اللعب الايجابي؟ اللعب المثمر اللي يوصلك للجول. لو مش هيوصل لعيب للجول هيشوط، لو مش هيشوط هتلاقيه بيعمل واحده بينيه. فلا، عبد الله طبعا لعيب كبير، والا ما كانش لعب في النادي الاهلي فتره طويله ولعب منتخب مصر. ف ما فيش كلام، عندهم فرقه تقيله، وعنده نص ملعب هايل، وعنده مهاجمين يغير زي ما يغير، كلهم افضل من بعض. عنده اثنين لعيبه في النص، منهم واحد ما لعبش النهارده اللي هو وليد الكارتي. وليد الكارتي ابراهيم توريه، ابراهيم بلاتي توريه، ده حكايه لو حضرتك بتابعه. اللاعب الماركيني بتابعه،
ده انا ما كنت بتفرج على الامم الافريقيه الاخيره في الكاميرون. كان انا كنت معجب بيه جدا، بقول اللعيب ده بيلعب فين، بدور عليه. انا بتفرج على الفرقه دي عشانه. كان كمان في منتخب بوركينا لعيب، هو المعلم بتاع الفرقه. يعني حتى هو لحد دلوقتي شوف اللي بيقدمه مع بيراميدز، وعنده اكتر من كده. فانا فوجئت بصراحه لما بيراميدز خده، فانا يعني قلت بصراحه العين اللي جابته او خلصوه بسرعه حاجه. صفقه انتقال حر كمان، انا سمعت ببلاش يعني. لا 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 لا، لعيب كبير. احنا بص، النادي الاهلي محتاج النوعيه دي. ايوه انا محتاج لعيب زي ده في النادي الاهلي، لعيب يكون لعيب بصير ولعيب عنده بص. اليو ديانج لعيب كويس قوي وهايل مع النادي الاهلي، بس انا حاسه برضو الفتره دي يعني مش اليو ديانج، وان كان النهارده هو اللي شايل نص الملعب، هو اللي سجل هدف الفوز. لا، وشايل نص الملعب بصرف النظر عن الهدف، هو اللي شايل نص الملعب. النادي الاهلي محتاج يجيب مهاجمين ويجيب لعيبه افارقه او محترفين بنوعيه مختلفه بقى، نختلف عن الاول شويه. لازم اجيب لعيب يكون بيقدر يعمل لي 8 و10. مين من المحترفين اللي في الاهلي دلوقتي تحب ان هو يكمل مع الاهلي الموسم اللي جاي؟ محترفين الاهلي والله انا لك ايه اقولهم لك ولا فاكرهم؟ لا طب قول لي. انا فاكرهم طبعا، انا فاكرهم. بيرسي تاو، علي ديانج، علي معلول، وبدر بنهم ماشي خلاص. لا انا عايز اليو ديانج يبقى موجود، لان اليو ديانج من اللعيبه الكويسين جدا مع النادي الاهلي، الحته دي بيلعبها كويس قوي. بس عايز حد يعني ايه الفتره دي، يمكن السوليه طبعا يعني ربنا يشفيه، وحمدي فتحي. عايز لعيب كوره قدامه يكون لعيب شر شويه وايجابي، يعني يشيل مع قفشه شويه، ما يبقاش قفشه لوحده. علي معلول اتمنى ان يكون الفتره دي الاجهاد والتعب هو اللي مأثر عليه، يعني ما يكونش الكيرف بتاعه بينزل، لان الكيرف نزل شويه عند علي معلول. اما بيرستاو وميكيسوني انا شايف ان يعني خلاص لازم نجيب حد مكانهم، يعني وجهة نظري. حتى استمراريتهم في الملعب مش كتيرة، إيجابيتهم على المرمى ما يعني مش كتيرة، باستثناء بيرستاو شوية. لا يعني شايف إن الأهلي يستحق لعيبة أفضل من كده. مباراة الزمالك وفيوتشر بكرة شايفها إزاي؟ لا مباراة صعبة جدا، صعبة جدا، خاصة إن فريق الزمالك يعني ماشي كويس أول فترة دي، وعنده نشوة الانتصارات وأداؤه كويس، يعني اتحسن كمان بعد مباراة الأهلي بقى أفضل. لكن هو هيواجه فرقة عندها خبرات وفرقة كويسة جدا، فرقة مش هتبكي على حاجة، فرقة عايزة تعمل يعني لنفسها برضو نتيجة إيجابية، خاصة إن المباراة الأولى لفيوتشر مع الأهلي، الأهلي يعني عمل مباراة كبيرة جدا عليهم. أعتقد إن المباراة دي بكرة يعني هيبقى فيها كلام كتير قوي قوي. والزمالك يعني انا بحييهم في حاجه، بحيي المدرب ان هو جريء في ان هو ادى اللعيبه كتير من الناشئين، بحييه جدا. وبيديهم في اوقات كويسه قوي، ومش قلقان، مديهم ثقه واداهم ثقه، وبقوا لعيبه مؤثرين في الزمالك. انا بحب المدرب الجريء، وانا من المدربين عامه في شغلي بحب يبقى عندي فرقتين مش فرقه واحده، ما اعتمدش على العيب. يبقى النجم عندي المنظومه، الزمالك دلوقتي بقى النجم عنده التيم، رغم ان هو ما عندوش نص ملعب، بيلعب بامام عاشور بس هو اللي يعتبر الديفندر اللي بيلعب. لكن الزمالك برضو هيتاثر ببن شرقي، هيتاثر جامد، لان بن شرقي كان هو العقل المفكر في الجزء الامامي، هو محور خطوره نادي الزمالك، هو زيزو. هنشوف الفتره الجايه الزمالك هيبقى شكله ايه من غير بن شرقي، دي هيبينها المباراه الكبيره زي مباراه بكره. عايز تتوقع ولا مش عايز تتوقع تاني؟ في الزمالك وفيوتشر؟ لا مباراه كبيره طبعا، مباراه صعبه، خلي بالك صعبه على الفرقتين. صح. يعني على الزمالك صعبه اكتر، صحيح، اكتر من فيوتشر، لان الزمالك مطالب ان هو يكسب المباراه، فيوتشر هيبقى اهدى. فيوتشر يعني دوافعه مش زي الزمالك، بس هدوء فيوتشر وخبره لعيبه فيوتشر برضو، عنده لعيبه كويسه قوي. يعني لو انت قست الفرقتين يعني في الوقت الحالي كخبرات فيوتشر اكتر. فيوتشر فيها لعيبه لعبت اهلي كتير وزمالك، وعندهم لعيبه لعبت منتخب. فبالتالي لا انا شايف المباراه هتبقى قويه جدا. طبعا طبعا مباراه هتبين برضو الشكل، هتقرب من الشكل شويه. طبعا كابتن احمد دايما بتشرف ودايما بتنور، دايما بستمتع جدا بتواجدك معانا، بشكرك شكرا جزيلا. حبيبي اكيد، وحبيبي، شكرا جزيلا كابتن الكبير، كابتن احمد كوشري.